على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي مرت وتمر بها سوريا، إلا أن حالات التميز والتفوق مستمرة، ففي كل مرة تثبت زوجة الشهيد أنها على قدر من المسؤولية من خلال احتفاظها بحزنها لنفسها واحتضان أولادها بسلام وقوة ومتابعة تحصيلها العلمي لتنال أعلى درجات العلم والمعرفة، وهذا ما حققته المهندسة وفاء هاشم عبود زوجة الشهيد النقيب شرف عيسى العلي من حمص، حيث نفذت وعدها لزوجها الشهيد بنيل درجة الدكتوراه بتقدير امتياز وبدرجة 92.80، والذي حمل عنوان تأثير التسميد الفوسفوري والرش بعنصري البورون والزنك في بعض مؤشرات النمو والإنتاج لصنفين من فول الصويا تحت تأثير ظروف محافظة حمص. طبعا بهدي هذا النجاح لروح زوجي الشهيد عيسى العلي، الشهيد نقيب شرف من عام 2013، نحن مكملين مسيرته. اليوم قدمنا عطاء من نوع آخر ما بيسوى شيء عند عطائه اللي قدمه للوطن. إن شاء الله يكون بالسماء روحه شايفتنا، ونتمنى يكون موجود بس قضاء الله وقدره، والحمد لله على كل حال. وفاء اللي عانت ما عانيته بعد استشهاد الزوجة، فكان عملها وأدأه لأن تحقق رغبة زوجة في نيل العلم والشهادة، خاصة شهادة الدكتوراه، وهي حاليا تعمل على تربية أولادها في هذا المجال. ضمن إطار المتابعة لأوضاع ذوي الشهداء التعليمية، نحن هون موجودين لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه في الهندسة الزراعية للطالبة وفاء عبود، وتقديم كامل أشكال الدعم من كافة مؤسسات الدولة التعليمية. وطبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المزايا التعليمية ورسالة الدكتوراه للطالبة وفاء تندرج ضمن المراسيم والقوانين الصادرة عن السيد الرئيس التي تستهدف أسر الشهداء وزويهم وتحصيلهم ومتابعة تحصيلهم العلمي وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات. فخورين أنه زوي الشهداء بهالعزيمة بهالقوة بهالإصرار هني مستمرين ورح يكونوا قدوة لأولادهم. يعني الدكتوراه ما كلمة أبدا سهلة، إصرار الأستاذ وفاء وتصميم مع أنه تأخذ رسالة الدكتوراه هو فعلا بيعطي رسالة للجميع أنه نحن مستمرين والإرادة موجودة، ومحبتهم هي اللي خلتهم محبتهم لأولادهم ولوطنهم هي اللي خلت هالإرادة تقوى بزيادة. طبعا نالت الباحثة العلامة الامتياز وتستحق ذلك كون أهمية هذا المحصول وتوصل إلى نتائج إيجابية جيدة تخدم المجتمع ووطننا الحبيب سوريا. رغبتها بتحقيق حلم زوجها الشهيد وأن تكون قدوة لطفليها لنيل أعلى درجات العلم، وطموحها بتحقيق هدفها العلمي، كل تلك العوامل كانت حافزا لها لتحقيق هذا النجاح وبتقدير امتياز. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من كلية الهندسة الزراعية بجامعة البعث في حمص.